مشاهد مؤلمة لعراقيين مختطفين يتعرضون للتعذيب على يد عصابات إجرامية في إيران هزت الشارع العراقي وأقامت الدنيا ولم تقعدها نتيجة الإهمال الحكومي والشعور اللامسؤول من قبل حكومة الإطار التنسيقي تجاه المواطنين. ليس غريباً على حكومة الميليشيات التي قتلت العراقيين وشردتهم في بلادهم أن تهمل حياتهم، فالمقاطع التي بثت للعصابات الإيرانية وهي تعذب المختطفين أمام أعين ذويهم بهدف استحصال فدية مالية لم تحرك في الحكومة ساكنة. الدكتور أحمد الصحاف من صرحت قلت أنه المخطوفين أطلقوا سراحهم بعد دفع الفدية. أخي والد المخطوف قبالك انطلق، عرفت ابنك وين؟ اكو خبر؟ نريد نعرف. تصريحات حكومية متناقضة لوزارة الخارجية التي أكدت أن المقاطع تعود لعملية اختطاف في شهر تموز الماضي وأن المختطفين جرى الإفراج عنهم سابقا، لتعود بعد ساعات من الغضب الشعبي العارم واستهجان ذوي المختطفين لهذه التصريحات غير المسؤولة، وتقول إنها تتواصل مع الجهات الإيرانية من أجل الإفراج عنهم، فيما تغرد منصات ولائية خارج السرب محاولة تزييف الحقيقة وتهديد أهالي المختطفين بعدم الوقوف والاحتجاج والمطالبة بمعرفة مصير ذويهم بعد محاولتهم تنظيم وقفة أمام القنصلية الإيرانية في البصرة وفقاً لمصادر مطلعة. دولار اليوم تحولونه من العراق على طهران اليوم. مبالغ تدفع للخاطفين من جيوب ذويهم وحكومة الإطار تتفرج في مشهد يعكس التبعية والولاء لإيران ويفسر الصمت المطبق لوزارات الدولة ومؤسساتها الأمنية في التكتم على ما يجري لكثير من العراقيين في إيران وما يتعرضون له من الإهانة والضرب والسرقة والتهديد، ومطالبات شعبية للتحرك لإطلاق سراح المختطفين واستعادة السيادة المفقودة ولو لمرة واحدة.